بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأصغر جل جلاله وعم نول. ربنا اجعلنا دعاة خير ودعاة سلام ودعاة وئام يا حنان يا من. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. والذين آمنوا أشد حبا لله. صحيح، ما يطيح رطل كالكيلو يقولوا العام، ولله المثل الأعلى، لأن هو المثل الأعلى، لأن نحبه أشد الحب. وآمنوا وحق الحب وأمتع الحب وأجمل الحب وأبهى الحب. والذين آمنوا وشد حبا لله، وهنا نغيظ أعدائنا بهذا الوصف، ما يحبوش أن نوصل بخير، حنا كوالجية وحنا ما عندناش حق الحياة، وما عندناش حق الكلمة، وما عندناش حق بالكسب، وما عندناش حرية التنقل، ما عندناش معنى. إذن أنتم الأحرار وأنتم الأسياد. شو يقول لك ربي؟ ضف أنت العزيز. ما قلت عزيز، لأن أهانك الله في الحساب وما بعد الحساب في مفرد. قولوا العام أو يهينك ربي، يهينك حتى أنا، كما ساينا سيهانون في أقرب الأجل. ومن آمن بهم وخدمهم بغير حق كلهم يهانون بما فيهم الكلب ولي العهد اللاسعودية، والكلب الآخر نتاع الإمارات الكربية نفس الشيء. بالله العظيم ستهانون، لأنكم مشيتوا في خط قلنا قبل خطورته اللي هي شنيعة جدا في آثارها وتبعاتها. قلنا لكم ربكم قال اللي مشي يكون في صحيفة العسل مع أعداء الله وصهاينهم ألد الأعداء لله ولرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام والمؤمنة بحق. أنتم اخترتوا فسطاتكم، قلنا لكم الفسطاط هذايا نبهنا الله أنه لا خير فيه، لا خير فيه، واصلوا بأعماكم وسماكم، نحن ننتظر نهايتكم الفاجعة لكم والمحبطة لأحلامكم، وسنرى عند اللقاء أيام القيامة وبعدها وأنتم في جهنم ونحن بجنان الخلد. كل واحد منا من سيرى خصمه أين مرتبته في آخر مراحل قدرها الله الدنيا، حياة برزخية وآخر. والسلام.